مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المباشر من الاولى تتابعون فيه. البنك الدولي يعلن عن تخصيص تمويل جديد بقيمة 180 مليون دولار لمساندة الفلاحة المغربية، ويأتي ذلك تزامنا مع مواصلة تنفيذ برنامج التخفيف من تداعيات النقص المسجل في التساقطات المطرية. منتدى المجتمع الرقمي ببركان يكرس التوجه نحو دعم الرقمنة والابتكار والذكاء الاصطناعي في ظل تنامي التحديات المرتبطة بالمنافسة. اليوم العالمي للمسرح وقفة عند الأدوار الطلائعية لأبي الفنون والتحديات التي يواجهها الفعل المسرحي على الساحة الثقافية الوطنية. استعدادا للقاء الفاصل بين المنتخب المغربي ونظيره من الكونغو الديمقراطية، أسود الأطلس يباشرون التدريب فور عودتهم من كينشاسا قبيل موعد الثلاثاء الحاسم. أهلا بكم من جديد. البداية بالخبر الاقتصادي، حيث أعلن البنك الدولي عن تخصيص تمويل جديد بقيمة 180 مليون دولار المندرج ضمن تمويل المشروعات الاستثمارية لمساندة الفلاحة القادرة على الصمود والمستدامة في المغرب، حيث يؤدي تغير المناخ والنمو السكاني إلى زيادة الضغوط على موارد المياه والأراضي. وجاء ذلك في تقرير البنك الدولي أن شح المياه يشكل خطرا كبيرا على المغرب الذي يعرف تناقص معدلات الأمطار وزيادة الظواهر المناخية مثل موجات الجفاف والحرارة. جملة من مشاريع التنمية الفلاحية تم إطلاقها اليوم بإقليمي قرسيف وتوريرت، بالإضافة إلى تقديم برنامج التخفيف من أثار نقص التساقطات المطرية. تفاصيل هذا الخبر مع سيام بوخليفي ورشيد العتابي. إطلاق وتدشين مشاريع للتنمية الفلاحية بإقليمي قرسيف وتوريرت من شأنها تطوير مجموعة من الأنشطة الفلاحية بهدف تتمين المنتوج وتنويعه وتطوير سلاسل الإنتاج بالجهة الشرقية. على صعيد ديال الاقليم ديال توريرت كانت الانطلاقه ديال اشغال التهيئه الهيدروفلاحيه ديال واحد الشطر في اطار ديال واحد البرنامج يعني متكامل لتحديث هاد المنظومه على اللي يعني الحد من الضياع ديال المياه، وهو واحد الحوض اللي ان شاء الله غادي في المرحله المقبله غادي نمشيو يعني نلتقي بالتنقيط ويكون التحديث ديالو. بهدف تطوير سلسلة الحليب على مستوى إقليم قرسيف، واحدة عصرية وأوتوماتيكية 100% ترى النور بإنتاجية تقدر ب 30 طن في اليوم ضمن مرحلة أولى، مشروع أحدث في إطار تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامن بالجهة. كما تم بالإقليم تدشين مركز للتكوين الفلاحي بجامعة تدرت. نموذج فريد في المغرب، أول تجربة في بلدنا كيتم الدعم الكلي لوحدة ديال التحويل، هو واحد القنطرة ما بين مخطط المغرب الأخضر والجيل الأخضر. احنا اليوم كنتواجدوا في واحد الوحدة اللي كتعطينا واحد الاستمرارية طبيعية للمخططات ديال بلدنا في التطوير ديال الفلاحة بشكل عام، خاصة أننا اليوم الحمد لله كنتجو كميات جد مهمة. خاصنا ننتقلوا اليوم للمرحلة ديال التحويل وديال تسمين المنتوجات ديالنا عوض ما نبقاو نسوقوا المواد الأولية. ومن بين المشاريع التنموية بإقليم توريرت، واحدة لتتمين الخضر والفواكه بالمنطقة الصناعية مختصة في تجميد وتبريد الفواكه والخضر الموجهة للتصدير. كما استفاد الإقليم من برنامج التخفيف من آثار النقص في التساقطات المطرية موزع على 11 جماعة ترابية. وننتقل إلى الأطلس المتوسط، شهدت المناطق الجبلية هناك مؤخرا تساقطات ثلجية مهمة كان لها الوقع الإيجابي على سلسلة الأشجار المثمرة وانتعاش الفرشة المائية. النموذج من مدينة أزرو بإقليم فران مع خديجة زروال وأحمد الفضل. بعد التساقطات المطرية والثلجية التي شهدتها منطقة أزرو في الآونة الأخيرة، استبشر الفلاحون خيرا بموسم جيد خاصة بالنسبة للأشجار المثمرة.
التساقطات أنعشت الفرشة المائية التي تعتبر مهمة بالنسبة لهذه الأشجار التي تكون في حاجة ماسة للمياه في فصل الصيف. كانت الوقت مزير عندنا في ديك الشمس اللي دازت، ودابا الحمد لله راه طاحت الشتاء وتبعثات الثلج تبارك الله وحمدنا الله وشكرنا عليها. انما هذه الثلج هي اللي كتحيي العيون وتحيي البيار باش نلقاو باش نسقي في وقت الصيف ان شاء الله. العام هذا كنا متخوفين شي شويه، ولكن الحمد لله ربي عطانا الخير ديالو، نتمنوا على الله يزيدنا في هذا الخير باش نكملوا العام بخير وعلى خير. التساقطات المطريه كتعطينا كمرحله اولى باش نحرطوا الارض ديالنا ونبداو في المرحله ديال النقيش، والقضيه ديال التساقطات الثلجيه كتزيدنا الماء في الابار والعيون ان شاء الله باش نلقاو باش نسقيو حيت تكون الحراره. وهذا تساؤل للمختصين ان شاء الله باش نشوفوا الاجراءات والتدابير اللي غادي نتخذوها مور التساقطات المطريه والثلجيه. الأكيد أن هناك إجراءات وتدابير يجب اتخاذها بعد هذه التساقطات. الفلاحون ملزمون بتغذية الأشجار ومعالجتها من الفطريات لضمان وفرة وجودة الإنتاج. كاين واحد الزانكونفينيون ديال هاد الامطار هادو اللي هو بنادم خصو يحضي من الامراض الفطريه اللي تتكون نشيطه في هاد سورتو في هاد لي كونديسيون كليماتيك، وخاص واحد لي تريتمون اللي يكونوا بريفونتيف يعني وقائيه، وكذلك نحاولوا ما نخليوش الامراض تبان عندنا بلابليكاسيون بلو تريتمون ديال بليزيور ماتيير الانتيفونجيك. المساحة الإجمالية لزراعة الأشجار المثمرة على صعيد إقليم إفران تبلغ 16500 هكتار، مساحة مهمة تعكس حجم الإنتاج الذي قد توفره المنطقة من الفواكه في حالة كانت الظروف المناخية مناسبة لسلسلة الأشجار المثمرة. وجهتنا لحظة إقليم ورزازات والتوقيع على 9 اتفاقيات لتعزيز وتطوير صناعة الزربية المحلية وتأهيل نساء المنطقة لإدماجهن في سوق الشغل. كان ذلك عقب زيارة ميدانية لوفد وزاري لعدد من المنشآت والبنية السياحية والحرفية والسينمائية بالإقليم. سعودي خشون، سفيان إبراهيم، يعود إلى الشام. 9 اتفاقيات تم التوقيع عليها بهدف تعزيز وتطوير صناعة الزربية المحلية وتأهيل نساء المنطقة لإدماجهن في سوق الشغل. وخلال هذه الزيارة تم الاطلاع على مرافق المركز النسوي لنعش زربية تزنخت الذي يساهم في تثمين وتسويق المنتوجات التقليدية والتعريف بها على المستويات المحلية والوطنية والدولية. وبمجمع الصناعة التقليدية تزنخ تم الاطلاع على مشروع تسويق ورد الاعتبار للزربية الواوزغيتية والمحافظة عليها عبر إنشاء علامة خاصة بزربية آيت واوزغيت. قطاع الزرابي يساهم في تشغيل 22 ألف امرأة بالمنطقة. نحن هنا للتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات التي ستساهم في تحسين إنتاجية هذا القطاع بدءا بالإنتاج وصولا إلى التسويق. هاد اتفاقية كتشمل مصنع ديال الخيط اللي غيمكن باش يزود 22 ألف صانعة تقليدية، وغيضاعف لها ثلاث المرات المداخيل ديالها. اتفاقية اللي تستهدف إنجاز واحد المعمل الخيط ديال الزربية البوبزكيتية بواحد القيمة ديال 44 مليون درهم، واللي كيستهدف واحد 22 ألف نساجة. ومن شأن هذا يعني المعمل إن شاء الله والمرافق المحيطة به باش تعطي واحد الدفعة قوية للصناعة التقليدية بصفة عامة. في مجال التكوين الفندقي والسياحي تمت زيارة معهد التكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية واستوديوهات السينما للاطلاع على ما تقدمه للإنتاجات السينمائية الوطنية والدولية. وفي إطار اتفاقية مع وزارة الصناعة والتجارة أعطيت الانطلاقة لبناء أول وحدة شبه صناعية لغزل الصوف لتطوير إنتاج الزربية المحلية وتوقيع اتفاقيات شراكة أخرى تهم وتطوير القطاع السياحي بالإقليم. السياحة في تنغير وورزازات تعرف انتعاشا ملحوظا، والمنطقة تحاول الخروج من الأزمة ونفض الغبار عنها بعد فتح الحدود. المتابعة لحسن بن كبي، أحمد الفاضلي وسفيان إبراهيمي. جبال وواحات تنغير تعود من جديد لتستقبل السياح الأجانب. واحاتها الجذابة والممتدة على الوادي تجعل السياح يقصدونها من كل حدب وصوب. معروفه بالواحات ديالها ولي جوطيل كاينين، وكاينين المعوات التقليديين، ومعروفه بليوغورج مضايق تضرا. ودابا فاش نقص هاد الوباء الحمد لله ولاو السياحه كتجي، ولاو المغاربه كيجيو الحمد لله. فوا كو جو فيان او ماروك سي تري تري فاريي. هي زيارتي الأولى للمغرب، بلد متنوع في طبيعته، الجبل، البحر، الصحراء والواحات. وجهتنا الآن مراكش.
vers Marrakech là les gens sont très très accueillants أحب المغرب بلد جميل وأنا سعيدة بتواجدي هنا الطبيعة رائعة النخيل الصحراء كل شيء متوفر نحن سعداء بهذا السفر توفر المنطقة مناظر طبيعية خلابة يؤثثها شموخ الجبال والمجاري المائية لترسم لوحة طبيعية فاتنة هي زيارتي الأولى للمغرب بلد جميل وشعب طيب لن تكون الزيارة الأخيرة The people here are very nice and helpful. الأشخاص هنا طيبون والمكان آمن قضينا أياما وسط الصحراء وكانت تجربة رائعة من تنغير إلى ورزازات حيث التفاؤل الكبير بعد استئناف الرحلات السياحية الأجنبية وعودة السياح بعد أمد طويل بوادر خير أثلجت صدور الفاعلين في القطاع خصوصا بعد استقبال المؤسسات السياحية لعدد من الوفود شفنا السياح شحال ما شفنا عامين ما شفنا السياح من جميع الأجناس الحمد لله وزاد الفيلم واحد الفيلم كاين في ورزازات زاد زاد هو عاون القطاع السياحي اللهم الحمد دراي كليما هوت الجو مشمس وهذا جيد ومفيد للصحة الشمس تمنحني إحساسا بالارتياح ساني every time is very good يعول مهنيو القطاع السياحي على انتعاش القطاع واستمرار الوفود الأجنبية في الوصول وزيارة مختلف مدن الجنوب خصوصا وأن أزمة كورونا ألقت بظلالها على القطاع وكبدته خسائر فادحة ونبقى بإقليم تنغير في إطار متابعة تنزيل الرؤية الجديدة للقطب الاجتماعي زيارة تفقدية للعديد من المشاريع الاجتماعية للقرب بالإقليم قامت بها وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار تروم الاطلاع عن قرب على الدينامية التي يعرفها إقليم تنغير سعودي خشون وأحمد الفضيل البداية كانت من الفضاء المتعدد الوظائف للمرأة في تنغير فضاء محلي للقرب لفائدة النساء في وضعية صعبة يوفر لهن خدمات اجتماعية وقانونية ويشكل هذا المرفق أداة للتأهيل والتمكين الاقتصادي واكتساب المعارف في مجال الحقوق والمساواة بين الجنسين من جانب آخر تمت زيارة مركز التربية والتكوين وفضاء عرض وبيع المنتجات المجالية في الجماعة الترابية أيتهاني من قبل كنا تنخدموا داك الشيء وانا في الديور حتى واحد ما تيشوفنا تنخدموا داك الشيء وتنعاني وما عندناش تسويق وفين غنديروا المنتجات ديالنا وفين ودابا الحمد لله الحمد لله بعد هذا سميتو المعرض راه لاباس بعدا غادي نزيدوا شويه لقدام وهذه الزياره عاود راه زعما شي حاجه لينا بزاف جينا لهذا الفضاء المتعدد الوظائف للنساء بتنغير اللي هو شفنا فيه بان فيه يعني كيتم بالنساء ضحايا العنف وكيواكبهم كاين الايواء وغادي يكون تفعيل يعني ديال أيضا بروتوكول إعلان مراكش بجميع مكوناته البروتوكول في إطار شراكة مع مجلس إعلان مراكش وهذا شيء تنفيذا للتوجيهات ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وبجامعة بومالندادس تمت زيارة مركز تكوين ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة من أجل تفقد سبل دعم هذا المركز للارتقاء بالخدمات المقدمة للأشخاص في وضعية إعاقة وتشتمل هذه البنية على الخصوص على ورشة لأنشطة الصناعة التقليدية النسائية وقاعة للعلاج الطبيعي وغرفة للتربية الخاصة استفدوا المواطنين من الترويج الطبي استفدوا من التكوين المهني ومن التربية الخاصة والحرفي مقاربة جديدة تتبناها الوزارة الوصية بغية تعزيز دعائم الدولة الاجتماعية المتعلقة بتأسيس جيل جديد من الخدمات الاجتماعية الدامجة والمبتكرة لفائدة الأشخاص في وضعية صعبة بشكل عام والنساء بشكل خاص تقريب الخدمات الإدارية والقنصلية من المغاربة المقيمين بشمال هولندا كان الهدف من المبادرة التي نظمتها القنصلية العامة للمملكة المغربية بأمستردام حيث انتقلت أطقم القنصلية إلى مدينة هيرفن لتقديم خدماتها لفئة واسعة من أبناء الجالية المقيمة هناك قيس محسن والحسن الوالي
من العاصمة الهولندية أمستردام صوب مدينة هيرفن شمال البلاد، انتقلت الأطقم القنصلية باختلاف مهامها في مبادرة تروم تقريب الخدمات الإدارية من أبناء الجالية المغربية هناك، ترشيد للوقت وتخفيف من أعباء ومصاريف التنقل إلى أمستردام، وحكمة في تدبير مختلف الملفات والوثائق الإدارية، كلها أهداف حرصت القنصلية العامة للمملكة بأمستردام على تحقيقها خدمة لمغاربة هيرفن. تنفيذا للتعليمات الملكية السامية وكذلك لمصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة والمقيمين بالخارج، تم اليوم تنظيم عملية تنقل قنصلي من شمال هولندا والضبط من مدينة هيرفن. الهدف من هذه العملية هو خدمة المواطنين بعين المكان وكذلك التقليل المصاريف وأتعاب التنقل لقضاء مآربهم الإدارية بمدينة أمستردام. استفدنا من المبادرة ديال القنصلية المغربية، مبادرة تقريب المواطنين، والحمد لله يعني الأمور كانت جدا ميسرة وسهلة، وكنوجه الشكر جميع المسؤولين على هذه المبادرة لأن الحمد لله ريحونا بزاف، صوبنا الوريقات وكل شيء بخير. احنا كجالية مغربية بهولندا جد فرحانين وجد سعداء أن تقارب الإدارة بالمواطنين وجاو عندنا وساعدونا باش نعملوا الأوراق ديالنا ونرتبوهم. وبكل وطنية واعتزاز عبر أفراد الجالية المغربية عن امتنانهم لهذه المبادرة، مجددين تشبتهم الوثيق بوطنهم الأم ومشيدين بالموقف الإسباني بخصوص الاعتراف بمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الجدي والواقعي لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. في ملف الأزمة الأوكرانية، يرتقب أن تنعقد المفاوضات القادمة بين روسيا وأوكرانيا في تركيا خلال اليومين القادمين. أما على الميدان فتتواصل المواجهات العسكرية بين الطرفين خاصة في شرق البلاد. زكي بلقص. أوكرانيا تتهم موسكو بتدمير المستودعات النفطية ومخازن المواد الغذائية في العديد من المدن. عمدة مدينة ماريوبول أكد أن 60% من المنازل تعرضت للقصف وتم إجلاء نصف سكان المدينة. وأمام تصعيد موسكو للعملية العسكرية، طالب الرئيس الأوكراني مجددا دعم الدول الغربية. على الشركاء تكثيف دعمهم ومساعدتهم لأوكرانيا، نعم هم بحاجة إلى ذلك لأن الأمر يتعلق بأمن أوروبا. واتهمت بريطانيا من جهتها الجيش الروسي باستهداف مناطق مكتظة بالسكان، فيما أكدت باريس استمرار مساعيها للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين بمناطق النزاع. وأعلنت واشنطن فرضها عقوبات على 470 شخصية روسية خلال شهر واحد. لدينا استراتيجية لممارسة ضغط غير مسبوق على روسيا ونحن نمضي قدما في ذلك. لدينا استراتيجية أيضا للتأكد من تقديم كافة الدعم الإنساني لأوكرانيا. ويرتقب أن تستضيف إسطنبول الاجتماع المقبل لمفاوضات الوفدين الروسي والأوكراني. وأعربت سفيرة أوكرانيا لدى واشنطن استعداد بلادها للتوصل إلى اتفاق سلام شريطة انسحاب روسيا من الأراضي الأوكرانية. ونواصل أخبارنا من مراكش التي احتضنت مساء أمس حفلا لتتويج الفائزات والفائزين بجائزة أستاذة أو أستاذ السنة في نسختها الثالثة. وقد شكل هذا الحفل فرصة لإبراز أهداف الجائزة المتمثلة أساسا في تثمين الممارسات البيداغوجية المبدعة ذات الأثر الحقيقي على التعلمات، وأيضا بعث دينامية في بحث الأساتذة عن ممارسة تربوية قابلة للتطوير. سيام بوخليفي وحسن مندور. اعترافا بدورهم المحوري والرئيسي في تكوين وتأطير الأجيال وفي إطار تتمين الممارسات البيداغوجية المبدعة من أجل تطوير المنظومة التربوية وبالتالي تطوير مستوى التعليم، تندرج هذه الجائزة التي تحتفي بأساتذة السنة. نحتفل بكل أساتذة اللي هما من خلال العمل ديالهم تقوموا بواحد العمل اللي هو إبداعي، واحد العمل اللي فيه العطاء، اللي فيه أيضا واحد انخراط قوي من أجل التلاميذ.
الجائزة في نسختها الثالثة فسحت المجال أمام الأساتذة على المستوى الوطني من أجل إبراز ممارسات بيداغوجية جديدة وفعالة مع خلق مبادرات تكرس مبادئ التقاسم والتعاون. هو تتويج واعتراف بمجهودات رجال ونساء التعليم وكل حامل لهم المدرسة العمومية وتطوير جودة التعلمات. هذه المسابقة هي فرصة ليس فقط لتحفيز وتتمين وتشجيع المبادرات الإبداعية ولكن أيضا لتقاسم هذه المبادرات. شعور يفوق الوصف، الكلمات حقا لا تسعفني بأن أنطق بما يخالجني. الفوز بجائزة أستاذ السنة وكوني أستاذة السنة يعني هذا فخر لأسرة التعليم وفخر للأساتذة وفخر للمنظومة التربية. تتويجي أيضا بهذا اللقب يعني وأنا أشرف على التقاعد هو أيضا تتويج من طينة خاصة. في التكريم اعتراف بالدور المهم للأساتذة وهو في نفس الوقت تحفيز لبذل مزيد من الجهد من أجل تطوير المنظومة التربوية للمساهمة البناءة في تأطير وتكوين الأجيال الصاعدة التي تمثل دعامة المستقبل. نتابع أخبارنا من الرباط حيث اختتمت اليوم الفعاليات التي نظمتها الجامعة الوطنية للتكوين التابعة لجمعية الشبيبة المدرسية لحزب الاستقلال بعد 3 أيام من النقاش حول قضايا تهم الشباب وذلك تحت شعار من أجل شباب تلاميذي قادر على رفع التحديات. فرح ساعف وعثمان تازي. 3 أيام أسسها نقاش أطره ثلة من الخبراء والباحثين حول قضايا الشباب اختتمت اليوم بالرباط، تظاهرة شكلت لحظة تفكير جماعي في مواضيع ذات رهينية كبيرة بالنسبة للشبيبة المدرسية كالعنف وأزمة القيم. هاد 3 أيام يعني كانوا فيها ورشة تكوينية في بوزنيقة في تميرة في الرباط في سلاف القنيطرة وكذلك كانت البارح جلسة عامة ترأسها الأستاذ شباب العينين وكذلك كانت ندوة مركزية حول العنف المدرسي وسؤال التربية على القيم أطرها خبراء وأساتذة متخصصين في العلوم الاجتماعية. هذا اللقاء عنده واحد الأهمية قصوى لأنه فرصة أولا لمناقشة مع الشباب خصوصا الشبيبة المدرسية على الإشكاليات المطروحة في بلادنا وكذلك تابعتهم للانخراط في البعد الإصلاحي التي نقوم به. وتخلد الشبيبة المدرسية هذا العام السنة 66 من حياتها الجمعوية والتربوية والترافعية من أجل قضايا التلاميذ خصوصا والشباب عموما. حزبيا دائما تم تجديد الثقة في السيد مصطفى بن علي أمينا عاما لجبهة القوى الديمقراطية وذلك خلال المؤتمر السادس للحزب المنعقد على مدى 3 أيام بمدينة العيون تحت شعار معا لبناء الدولة الاجتماعية وتعضيد مساعي المغرب للسلم وتضامن الشعوب. كما جرت خلال هذا المؤتمر المصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي وعلى تقارير لجان المؤتمر بالإضافة إلى انتخاب أعضاء المجلس الوطني للحزب. أما بالدار البيضاء فقد عقد حزب الوسط الاجتماعي مؤتمره العادي السادس للملائمة تحت شعار التنمية الشاملة تمر عبر التنمية الاجتماعية. فتح أم غار ومحمد أمين العروي. المؤتمر العادي السادس للملائمة لحزب الوسط الاجتماعي تناول ضمن جدول أعماله تقييما شاملا لمسلسله النضالي ونشاطه الفكري وعن استكمال هيكلة الحزب على الصعيدين المركزي والوطني، كما جاء في معرض مداخلة الأمين العام للحزب السيد الحسن مديح على أهمية المساهمة في التنمية الشاملة ذات علاقة مباشرة بالتنمية الاجتماعية. هذا المؤتمر هو مؤتمر عادي، الهدف منه أولا تجديد الهياكل وتجديد النخب. عندنا واحد المخطط ديال تنظيم الدورات التكوينية ولقاءات مع مجموعة من الخبراء وربما إحداث دراسات
مختصة قطاعية. يعني في مصب اهتماماته وتوجهاته يعني البعد الاجتماعي، وكما أشرنا يعني بأن هناك تقرير أدبي وهناك يعني سيمحص بالتدقيق يعني الحالة والوضعية الاجتماعية في البلاد، وكذلك من الجانب التقني يعني ستتم مناقشة مجموعة من الأمور التي تهم الحزب. نحن نخترق. المؤتمر التقريري لحزب الوسط الاجتماعي أكد على ضرورة الانخراط في العمل السياسي باعتباره الطريق الوحيد يوصل إلى تدبير الشأن المحلي. وننتقل إلى الخميسات، حيث نظم حزب الشورى والاستقلال لقاء تواصليا مع أطر الحزب خصص لإبراز أهمية الموقف الإسباني الجديد من قضية الصحراء المغربية وأهمية الإشراف الملكي السامي على الدفع بهذه القضية والتعريف بها. خديجة الشمالي. الموقف الإسباني الجديد الداعم لمبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة محور النقاش في هذا اللقاء التواصلي لحزب الشورى والاستقلال، حيث تم التأكيد على أهمية الرؤية والتوجيهات الملكية السامية في تحقيق انتصارات كبرى في قضية الوحدة الترابية للمملكة. هذا التجمع يأتي في إطار امتنان والشكر لجلالة الملك نصره الله على ما تحقق لبلادنا من انتصارات في ملف الوحدة الترابية، وآخرها اعتراف إسبانيا بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل وحيد واقعي وذي مصداقية لوضع حد لهذا النزاع المفتعل. لقاء تواصلي تميز بإبراز أهمية قضية الوحدة الترابية للمملكة واستعراض كل الانتصارات الدبلوماسية التي ركمها المغرب في مسار التعريف بهذه القضية والدفاع عنها. لقاء تواصلي نظمه الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مع كتاب وأمناء النقابات التابعة للاتحاد بجهة الدار البيضاء سطات بهدف تقديم حصيلة العمل. فاطمة تابوت، مصطفى ودا والتفاصيل. تدارس الاجتماع الذي ترأسه الكاتب العام الحصيل المرحلي للدورة التشريعية الأولى، وهي انطلاقة للحملة التواصلية للاتحاد العام للشغالين بالمغرب مع فريقه النيابي بعد إحراز النقابة على أكبر تمثيلية في القطاع الخاص، إذ أكد السيد الكاتب العام على مواكبة البرامج التواصلية وضمان استمراريتها من أجل الوقوف على هموم الشغيلة والحفاظ على المكتسبات المحققة في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة. والهدف من هذا اليوم ديال اللقاء التواصلي هو أننا نوقفوا على المشاكل ديال كل جهة، كيف لأن هاد المناضلات والمناضلين ديال الجهات وفضلهم باش هاد الفريق وصل لهاد المرتبة. واليوم حنا بدينا أول زيارة واللي كتزامن مع احتفالات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالذكرى 62 لنقابتنا العتيدة، وحنا غادي نقدموا حصيلة ديال عمل الفريق خلال الدورة التشريعية الأولى، وغادي نسمعوا الانتظارات والآراء ديال المناضلات والمناضلين. اللقاء التواصلي كان فرصة أيضا للتأكيد على الاستعداد الجيد للترتيبات التنظيمية لعقد المؤتمر القادم، وذلك بمواصلة النقابة لحضورها الميداني وقوتها التأطيرية وترافعها على الحقوق المشروعة للطبقة الشغيلة لتعزيز حمايتها الاجتماعية وتقوية قدرتها الشرائية وتوفير شروط العمل اللائق والكريم لها. الآن إلى الداخل، حيث افتتحت أمس تمثيلية لغرفة التجارة المغربية الإفريقية البرازيلية بهدف تعزيز المبادلات والتعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب والبرازيل. وتتطلع هذه التمثيلية إلى تعزيز الحوار بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص والتشجيع على تأسيس مقاولات برازيلية في المغرب. الغالية حميميد ومحمد الداس. بحضور وفد رفيع المستوى من دولة البرازيل ومسؤولين من جهة الدخل وادي الذهب، افتتح فرع غرفة التجارة والصناعة المغربية الإفريقية البرازيلية بمدينة الدخل، مناسبة شكلت فرصة للحديث عن العلاقات التي تربط بين البلدين فضلا عن تباحث سبل التعاون الثنائي بين الغرفتين وتبادل الخبرات في المجال الاقتصادي والتجاري والثقافي.
وأهداف الافتتاح ديال هذه الغرفة هو تقوية العلاقات التجارية بين البرازيل والمغرب وإفريقيا، خصوصا أن الداخلة هي بوابة وقنطرة بين المملكة المغربية والدول الإفريقية. الهدف من قدومنا إلى الداخلة هو تبادل التجارب والخبرات بين بلدينا، فهي إذن خطوة أولى لتحقيق التقارب بيننا من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، فحينما نعرف بعضنا أكثر فأكثر يصبح التبادل أكثر سهولة وسرعة، وما يشجعنا أكثر هو توفركم على ميناء متطور جدا وكذا علاقاتكم المتميزة مع الدول الإفريقية. وتجدر الإشارة إلى أن 17 من فبراير من السنة الماضية وقع بروتوكول تعاون بين غرفة التجارة والصناعة لجهة الداخلة وادي ذهب وغرفة التجارة والصناعة المغربية الإفريقية البرازيلية، تعهد كل الجانبين من خلالها على تبادل المعلومات التجارية والقوانين المتعلقة بالاستثمار والتسهيلات الممنوحة لهما. والبرازيل يعني واحد آفاق التعاون هي آفاق واعدة في ميدان الفلاحي، ميدان الصناعي، في ميدان الخدمات، في ميدان الطاقات المتجددة، وهذا اللي يفتح لنا آفاق إن شاء الله على 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 مستوى دولة البرازيل، وهذا اللي يعطينا آفاق واسعة إن شاء الله في الاستثمارات لا الفلاحية ولا السياحية ولا جميع المجالات الاقتصادية. وقد شكلت هذه المناسبة فرصة لتسليط الضوء على مناخ الأعمال بالجهة والتعريف بفرص الاستثمار بمجال التجارة والصناعة التقليدية والفلاحة، فضلا عن المؤهلات التنموية التي تحظى بها الجهة. على هامش الدورة الثانية لمنتدى المجتمع الرقمي ببركان تم التوقيع على عدة اتفاقيات شراكة وتعاون في مجالات تهم بالأساس دعم الرقمنة والابتكار والتنافسية الصناعية. هذه التظاهرة الرقمية عرفت تنظيم مجموعة من الورشات والندوات ذات الصلة بموضوع الرقمنة والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية. محمد بلاوي ورشيد لاتبي. تعزيز مبدئية التحول الرقمي داخل الإدارة العمومية عبر تنزيل مستجدات القانون التي وردت في سياق تحديث الإدارة وتبسيط مساطرها في أفق تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وفتح نقاش حول الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء في المجال من بين أهداف تنظيم هذا المنتدى ببركان. المنتدى كيعرف مجموعة ديال الأنشطة بينهم نشاط ديال الهاكاثون اللي كيعرف مسابقة فيها مجموعة ديال الأفكار اللي غادي تبارى فيما بيناتهم وغادي تكون عندهم واحد الجوائز قيمة بادرة في الحقيقة هادفة وفعالة من أجل أن نبرز أهمية البعد الرقمي والابتكار الرقمي لما له من أهمية في حسن تسيير الإدارة. الجامعة المغربية معبأة لتطوير برنامج للتدريب والإدماج في المهن الرقمية، والمشاركة في هذا المنتدى ببركان يروم الانفتاح على مختلف التجارب في هذا المجال. هذه الأيام الثلاث فهي جد مهمة لما للرقمنة من أهمية في كل الميادين وكذلك في المستقبل. المنتدى يشهد مجموعة من الفعاليات، هناك ندوات، هناك ذلك مسابقة لمشاريع الطلبة، هناك معرض أيضا للمشاريع اللي طورها الطلبة. وخلال هذا المنتدى يتم تنظيم ملتقى الإبداع الرقمي في نسخته الأولى يجمع الشباب حاملي الأفكار والمشاريع من جميع أنحاء المملكة لبلورة أفكارهم ومشاريعهم وتطويرها تحت إشراف مدربين وخبراء متخصصين في مجال المصاحبة المقاولاتية ورياضة الأعمال. شاركنا عن طريق المشروع ديالنا اللي هو محاربة تصحر الطرق عن طريق الذكاء الصناعي، مشروع اللي هو دي عامين وحنا خدامين عليه، وإن شاء الله اليوم غادي نحاولوا نعرضوه قدام اللجنة وإن شاء الله نحاولوا نفوزوا بالمسابقة. كنشارك في هذا الملتقى ملتقى الإبداع الرقمي بواحد المشروع اللي هو يخص التكوين والتعلم عن بعد عبر توظيف مواقع التواصل الاجتماعي في العملية التعليمية وكذلك في العملية التكوينية. الجلسة والافتتاحية لهذا المنتدى تميزت بإطلاق بوابتين إلكترونيتين، النافذة الإقليمية للمواطن وإشعارات المواطن، ورومان إشراك المواطن ببركان في العناية بمجاله الترابي.
ولمزيد من المعطيات ينضم إلينا اللحظة من بركان رئيس قسم العمل الاجتماعي والتنمية البشرية السيد محمد الميموني. سيد الميموني مساء الخير. بداية يعود منتدى المجتمع الرقمي من جديد ليؤكد التوجه نحو الرقمنة الذي دشن في النسخة الأولى، ما هي أهداف هذا التوجه وما هي أبرز محاوره؟ شكرا على الاستضافة. فعاش إقليم بركان خلال الأيام الأخيرة تنظيم فعالية النسخة الثانية لمنتدى المجتمع الرقمي في نسخته الثانية بعد النسخة الأولى اللي تم التنظيم ديالها سنة 2019. وهذا القطاع هذا راجع للسياق الوبائي اللي عاشته بلادنا على غرار باقي دول العالم. وهذه النسخة هذه اللي الشعار ديالها هو الرقمنة في خدمة المواطن، جات باش تبرز أهمية الرقمنة وتضيف الوسائل التكنولوجية الحديثة من خلال فتح نقاش عمومي إلى جانب المجتمع المدني والمساهمة في الإنتاج المشترك للحلول والوسائل الكفيلة لضمان تحول رقمي، الهدف منه هو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن. كما عرف هذا المنتدى تنظيم هاكاثون الإبداع الرقمي واللي هو مسابقة أفكار واللي تم استقبال ما يناهز 147 استمارة إلكترونية من مختلف مدن المملكة، كما وتم تعيين كذلك لجنة علمية انكبات على الدراسة ديال هاد الطلبات هذه ديال هاد المشاريع هذه. وأخيرا تم انتقاء 50 مشارك مقسمين إلى 10 مجموعات. طيب سيد مومني، في ظل الاهتمام المتزايد بالإبداع الرقمي، نعم، ما هي محاور هذا المنتدى؟ فهذه النسخة عرفت تنظيم أزيد من 9 محاضرات وورشات أغنت النقاش في مجالات متعلقة بالذكاء الاصطناعي، المدن الذكية، المجتمع الرقمي، والاقتصاد الأخضر والأغريتك، واللي شرفت على التأثير ديال هذه المحاضرات والورشات ثلة من الأساتذة والخبراء المنتمين لدول القارات الخمس حضوريين وعن بعد. كما تم افتتاح على هامش هذا المنتدى مركز احتضان المقاولات الناشئة والابتكار الصناعي، وكذلك مركز الإبداع الرقمي بركان فابلاب، واللي تم الإنجاز لهم شراكة ما بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووكالة تنمية أقاليم الشرق. وهذا مركز الاحتضان عرف استقبال المشاركين 50 مشارك بهذا الهاكاثون هذا، وشكل كذلك معسكر تدريبي للمشاركين اللي تموقعوا به طيلة 48 ساعة من خلال تطوير أفكارهم الإبداعية وإيجاد الحلول المبتكرة لما قدموه أمام اللجنة من مشاريع ستكون قادرة على تنمية الحس الريادي ونقلهم نحو مراحل أخرى من مراحل الإبداع والابتكار الصناعي. طيب تم سيد الممني افتتاح مراكز ومختبر للحلول التكنولوجية والرقي بمجال الرقمنة، ما هي الأدوار المنوطة بها إذا سمحت؟ هذه الأدوار هذه ديال هذه المراكز هذه فكتجلى في المواكبة البعدية لحاملي المشاريع. فملي كنتكلموا على الاحتضان، فاحتضان المقاولات الناشئة كيتجلى من خلال توفير الدعم والمواكبة اللازمة للمقاولات الناشئة، وكذلك التكوين والتأطير اللازمين، وكذلك كنقدموا لهم فضاءات للعمل المشترك ومن أجل يعني ضمان نجاح ديال هذه المشاريع هذه وضمان الاستدامة ديال هذه المقاولات الناشئة. وفيما يخص الفابلاب مركز الإبداع الرقمي فسيتم من خلاله يعني تشجيع الشباب وخاصة المتمدرسين، وغادي نحاولوا من خلال هذا المركز هذا غرس قيم المقاولة لدى المتمدرسين في إقليم بركان. سيد محمد الميموني رئيس قسم العمل الاجتماعي والتنمية البشرية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة مدينة بركان. من المركز الثقافي تمسنا استهل ببلادنا الاحتفال باليوم العالمي للمسرح، مناسبة لتكريم أسماء صنعة الفرجة على الركح ومحط أيضا الاحتفاء بأعمال مسرحية بصمت تاريخ أبي الفنون في المغرب. ريبورتاج سميرة أسبان وعبد الرحيم فيلون. الأصدقاء الأعزاء، ما الدنيا إلا مسرح كبير، قالها يوما ويليام شكسبير في إحدى مسرحياته. إنه أعرق الفنون التي اكتسبها الإنسان. هذا مشهد من مسرحية دار سيدي قدور لمؤلفها الراحل عبد السلام شريبي. استغفر الله، هذا العبد الضعيف الفقير لمولاه عالمي واسع الحماة عبد القادر. هكذا احتفل ركح مسرحي المركز الثقافي تمسنا باليوم العالمي للمسرح. استعادت المنصة وهجها وتماهى الممثلون مع الشخصيات التي يتقمصونها
ليصنعوا الفرجة لجمهور متعطش لتذوق المسرحيات. لابد أن يكون هناك اعتراف من القطاع الوسطي على الأهمية الترفيهية نعم، كذلك نقولوها الأدبية والثقافية بالطبع. المجال المسرحي على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي، مجموعة ديال المبادرات قمنا بها هذه الشهور الأخيرة بما فيهم المسرح يتحرك. العودة للمسرح عبر التلفزة عنده واحد الأهمية باش على الأقل نذكروا بأن هناك مسرح سورتو في هذه العملية. الاحتفال باليوم العالمي لأبي الفنون محطة أيضا لتكريم مسرحيين أخلصوا للخشبة وأمتعوا الجمهور بأدائهم التمثيلي. برمجت الوزارة الوصية طيلة شهر أبريل أنشطة مسرحية متنوعة بمختلف مناطق المملكة احتفاء بأول الفنون التي عرفتها البشرية. ولمزيد من المعطيات انضم إلينا اللحظة من طنجة السيد طاهر القور أستاذ التعليم العالي ومدير المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بطنجة. سيدي مرحبا بك. إذن في اليوم العالمي للمسرح نتوقف عادة عند وضعية أبي الفنون وهي محطة بطبيعة الحال لاستحضار دور المسرح في إغناء الساحة الثقافية الوطنية، لكن ربما هذه السنة الاحتفال أخذ طابعا خاصا بعد سنتين من الإغلاق جراء كوفيد-19. هل عادت الحياة في فعليا إلى شريان الفعل المسرحي؟ شكرا جزيلا على الاستضافة. بطبيعة الحال أهنئ في البداية كافة المسرحيين في العالم ورواده بهذا اليوم العالمي الذي يأتي في ظرف خاص يرتبط بمرحلة ما بعد الحجر ومرحلة هذا الوباء الذي أوقف شريان الحياة في كل المجالات ما في ذلك المجال الثقافي، وحيث جاءت رسالة اليونسكو التي أعدها هذه السنة بيتر سيلرز حول مجموعة من القضايا والمواضيع التي ترتبط بهذه الأزمة والتي أيضا تفتح الأمل للعمل وللإبداع ولفتح مجالات أخرى لإعادة الدم في شريان أبي الفنون المسرح، حيث تعرف الحركة المسرحية مؤخرا مجموعة من المبادرات على مستوى الفرق المسرحية بكل المدن المغربية وأيضا على مستوى مجموعة من المشاريع الوطنية والجهوية. أستاذ القور، برأيك ما هي أبرز الإشكاليات التي تقف ربما في وجه الممارسة المسرحية خاصة في ظل تراجع الإقبال على قاعة المسرح، وهل يمكن لأب الفنون على شاشة التلفزيون أن يعطي دفعة جديدة للفعل المسرحي؟ أستاذ، بطبيعة الحال الوضعية المسرحية حتى قبل مرحلة كوفيد كانت تعاني من مجموعة من المشاكل ترتبط أساسا بطبيعة الفن المسرحي وبطبيعة أيضا مهنة الفنان بشكل عام ومهنة المؤدي خاصة فيما يتعلق بالفنون الحية التي تعاني من مجموعة من المشاكل، وأيضا روادها يعانون من نوع من الهشاشة على مجموعة من المستويات، فهذه الهشاشة ترتبط بموسمية العام وعدم استمراريته، أيضا قلة فرص العمل على المستوى الوطني وأيضا على المستوى الجهوي، أيضا رغم أهمية البنايات والمنشآت والمسارح التي تم إنشاؤها في الفترة الأخيرة في مجموعة من المدن والجهات، غير أن الإنتاج والترويج العروض المسرحية لم يرقى إلى مستوى القاعات والمنشآت الثقافية التي تم تدشينها في الآونة الأخيرة، وبالتالي هذه مسألة يجب إعادة النظر فيها ويجب أيضا التطوير وإعادة النظر في هذه المهنة على جميع المستويات. هناك مبادرات رائدة خاصة فيما يتعلق بالمبادرة الأخيرة التي أطلقتها وزارة الثقافة والمتعلقة بتسجيل 60 عرض في كل سنة، وهي مبادرة محمودة وجيدة ولكنها غير كافية لتحريك المياه الراكدة في العمل الثقافي بشكل عام وخاصة على المستوى المسرحي، وبالتالي هذه الفرصة في اعتقادي هي مهمة لإعادة إشراك كل فاعلين من مؤسسات ووزارة وصية وأيضا المصالح الغير ممركزة على مستوى الجهات وأيضا على مستوى المجالس الجهوية ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس أيضا المحلية التي يجب أن تقوم بدورها كاملا فيما يتعلق بإنعاش حركة ثقافية والمسرحية على المستوى الوطني.
شكرا جزيلا لك سيد طاهر القر، أستاذ التعليم العالي ومدير المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بطنجة، كنت معنا مباشرة من مدينة طنجة. ومن شمال المملكة مشاهدينا إلى جنوبها وتحديدا بقلميم، حيث أسدل الستار على فعاليات الدورة الثانية من جائزة قلميم ودنون الوطنية الكبرى للصحافة دورة الراحل محمد الغضف الده. التظاهرة حملت شعار الإعلام الوطني دعامة أساسية لإنجاح النموذج التنموي بالأقاليم الجنوبية. حافظ محتار وجمال خصاصي. احتفالية إعلامية تتوج أطوار مسابقة جائزة واد نون الوطنية الكبرى للصحافة والإعلام في دورتها الثانية، والتي تعد من المواعيد الإعلامية التي تهتم بتشجيع وحفز الإنجازات والأعمال الصحفية للفاعلين ومهنيي القطاع على صعيد المملكة، خاصة منها التي تهتم بإبراز مقدرات ومؤهلات الأقاليم الجنوبية. نعتبر بأن هذه الجائزة واستمراريتها هي رغبة في أن يكون لهذه المنطقة إعلام جهوي فاعل. هذه الجائزة ستساهم في تحفيز الصحفيين لصقل مواهبهم. مثل هذه الجوائز تساهم في الرفع من جودة العمل المهني والصحفي، وتحفز جميع العاملين في المجال الإعلامي على مزيد من الاجتهاد. أقوى لحظات هذه الاحتفالية السنوية الإعلان عن نتائج المسابقة الوطنية والجهوية، حيث تم تتويج الفائزين في مختلف أصناف التباري، بالإضافة إلى الجوائز المخصصة لأندية الإعلام بالمؤسسات التعليمية بالجهة، حيث تجاوز عدد الأعمال المشاركة في هذه الدورة 43. الحدث كرم مجموعة من رواد العمل الصحفي وطنيا وجهويا. تتويج مديرية الأخبار في هذه الدورة هو تتويج لكل العاملين بهذه المديرية، والتأكيد على أن مثل هذه الجوائز هي تحفيز تشجيع على العطاء على الإبداع من أجل النهوض، وأيضا إعطاء واحد قيمة مضافة للعمل الصحفي. سعيد جدا بهذه الجائزة. الشكر للقائمين الساهرين على جائزة ودن الصحافة، الشكر للساكنين الودنونيات الودنونيين ساكنة جهة قلميم ودنون، هذه الساكنة اللي كنكتشفوا معها تنوع ديال الثقافة المغربية مع الامتداد الجغرافي لقبائل تكنا الحسانية والأمازيغية. أنا فرحان يعني بهذا التتويج، هو تتويج المدينة طنطان، تتويج الطاقم ديال الجريدة بأكمله. الحمد لله كانت يعني مشاركة شيقة أكيد ضمن رفقة الزملاء بجهة قلميم ودنون. أعمال بدرجة عالية من التنافسية، وبالتالي هي في مقام ما يصدر على المستوى المركزي. في هذا الشأن لا يمكن نتكلم عن صحفي جهوي مختلف عن الصحفي المركزي، وقد أبان الصحفيون المتبارون على هذا المستوى أنهم من هذا الباب، بمعنى أنهم يمارسون الصحافة بمقتضياتها الدولية المتعارف عليها. نقابة الصحفيين الموريتانيين حلت ضيفة شرف في الدورة الحالية من هذه التظاهرة الإعلامية، حضور لتثمين الصلات والعلاقات بين مكونات الجسم الصحفي في البلدين الشقيقين، والتأسيس لشراكة مثالية تخدم المهنيين والعاملين في القطاع، حيث تم إبرام اتفاقية بين النقابتين تحدد أسس التعاون والشراكة. جئنا بدعوة كريمة من النقابة الوطنية للصحافة المغربية لنشاطرها ونقاسمها هذا الحفل وهذا النشاط، الجائزة الكبرى السنوية النسخة الثانية منها في جهة قلميم وادنون، لنؤكد اهتمامنا بالقضايا الإعلامية في بلدنا الثاني المغرب، ونريد أيضا من جانب آخر أن نوطد لهذه العلاقة بين الصرحين الإعلاميين خدمة للشعبين الشقيقين. تظاهرة إعلامية وطنية تقدم إسهاما للرقي بالمشهد الإعلامي بالجهات الجنوبية، ومواكبة المهنيين والفاعلين في القطاع، وتشجيع الأعمال والإنجازات الصحفية المهنية التي تهتم بمواكبة مسار النماء والتطور بالجهات الجنوبية للمملكة.
الآن مشاهدينا إلى الفقرة الرياضية الأسبوعية للنشرة، يقدمها الزميل خالد شخمان. خالد مساء الخير. مساء الخير مريم، والبداية بأخبار الفريق الوطني لكرة القدم الذي باشر تدريبه فور عودته من الكونغو الديمقراطية، إذ خاض حصة ميران خفيفة عشية أمس السبت، ومن المرتقب أن يخوض غدا الاثنين آخر حصة إعدادية قبل أن يواجه منتخب الكونغو الديمقراطية بعد يوم غد الثلاثاء في لقاء فاصل مؤهل إلى نهائية قطر، نهائية كأس العالم قطر 2022. محمد بن تركة. الإقصائيات القارية. بعد التعادل في لقاء الذهاب 90 دقيقة تنتظرنا بغية التأهل لكأس العالم قطر. سنحاول الظهور بشكل جيد من أجل التأهل، وننتظر دعم الجماهير المغربية اللامشروط من أجل الحضور بمونديال قطر 2022. وتتواصل تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم بمدينة البيضاء، إذ يخوض المنتخب الوطني معسكرا قبيل المواجهة الحاسمة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية. ومن المنتظر أن يقوم الناخب الوطني وحيد ببعض التغييرات في تشكيل النخبة الوطنية، سيما في خط الهجوم ووسط الميدان اللذان لم يكن فرحان. لعبنا 1-1 بحق، كان ديفيسيل مع ديك بيز ديالهم وديك السخانة والجمهور ديالهم سيبورتي ديالهم كانوا مزيانين كيعاونوهم. دابا حنا يلعبوا في الدار وكيسقسي سيبورتر ديالنا عاونا بحال اللي يعملوا في الكونغو، وإذا إن شاء الله يكون خير. الجماهير ستكون السند للمنتخب الوطني، فالكرة في أرجل اللاعبين. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في حكاية عنوانها الطريق نحو قطر 2022. توج فريق أولمبيك أسفي بلقب كأس العرش لكرة السلة على الكراسي المتحركة بعد فوزه اليوم في المباراة النهائية على فريق جمعية التحدي الرباط، اللقب والثاني على التوالي للفريق والذي توج أيضا هذا الموسم بلقب البطولة الوطنية. قيمة بالعشي وأمين عموري. فريق أولمبيك أسفي لكرة السلة جلوس يصنع الحدث هذا الموسم، هو الفائز بكأس العرش على حساب فريق جمعية التحدي الرباط، بل أكثر من ذلك تمكن من تحقيق الازدواجية بعد تتويجه بلقب البطولة الوطنية مؤخرا على حساب نادي بوغازي طنجة. قدرنا نحصلوا على الازدواجية لهذه السنة برغم الظروف اللي كنعرفوها ديال الجائحة، وتمكنت الجامعة الملكية الرياضة تخاص فودية الإعاقة أن تقادوا هذا البرنامج على حساب هذه الجائحة باش ننظموا هاد التورنوات بجوج هاد البطولة وكأس العرش. والحمد لله كان الفوز ديالنا واحد التتويج اللي فرحنا به بزاف، وغندو لمدينة أسفي اللي غتفرح نفرحوا به أكثر. في تفاصيل هذه المباراة النهائية، ساد التكافؤ في الربع الأول والثاني مع امتياز لفريق أولمبيك أسفي الذي كان متقدما ب30 نقطة. في باقي مجريات الشوط الثالث والرابع واصل تفوقه وفاز بحصة 51-40. بالنسبة لي أنايا باش نلعب ماتش في هذه البطولة هذه راه شي حاجة لي بالنسبة للنساء راه شي حاجة توب ديال سميتو، وكنا كنطمحوا اننا نفوزوا بهذا الكاس هذا، ولكن بالنسبه للفريق كان قوي علينا. الحمد لله انه كذلك عندنا العناصر اللي ممكن تطعم المنتخب الوطني، اللي الهدف ديالنا والجامعه اللي رسمت استراتيجيه وهو تقويه المنتخب لكره السله على الكراسي باش ان شاء الله لما لا اننا نتاهلوا الالعاب البارا اولمبيه باريس 2024. هذا العرس الرياضي كان في مستوى تطلعات الحاضرين على مستوى الأداء التقني الفني والروح الرياضية العالية التي سادت بين اللاعبين. بالقاعة المغطاة التابعة للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط جرت المباريات النهائية للبطولة الوطنية الفردية في رياضة التايكواندو، والمنافسات عرفت مستوى جيد، وكانت النهائيات فرصة أيضا لتطعيم الفريق الوطني بلاعبين جدد قدموا مستويات كبيرة. الروبورتاج بكاميرا أمين عموري.
نهائيات البطولة الوطنية عرفت بعض المفاجآت بتتويج أبطال على حساب آخرين ينتمون إلى الفريق الوطني، وهو ما أعطى المنافسات التي جرت على مدى يومين مستوى فني عالي. البطولة الوطنية الإقصائية بجميع المراحل ديالها بأربعة، دازوا ماتشات زوينين، والحمد لله أنا نيشان جيت الفينال لأن كنت في المنتخب الوطني وكان نيفو زوين هنايا. كانت منافسة قوية وكانوا ما شاء الله زعما الدراري كلهم في مستوى عالي، والحمد لله كسبنا تفوقنا عليهم ونتمنى التوفيق لكل شيء. المباريات النهائية التي جرت بالرباط ختمت خمس مراحل بكل من وجدة، قلميم، مراكش والخميسات، وكانت مفتوحة أيضا أمام أبطال من الجالية المغربية بالخارج والأبطال الذين سبق لهم المشاركة في مختلف المسابقات الدولية. الإدارة التقنية وكذلك الجامعة هذه السنة معولة باش تصيب أربع فرق وطنية الألف والباء والجيم باش يكون واحد التنافس، باش اللي ما خدمش شيء غادي يهبط للمستوى الثاني. وينتظر المنتخب الوطني للتايكواندو برنامج حافل إذ يشارك في بطولة إفريقيا وبطولة العالم، كما يبحث عن ميداليات في كل من الألعاب الإسلامية وألعاب البحر الأبيض المتوسط. توج العداء المغربي رشيد المرابطي بالمرحلة الأولى من ماراثون الرمال في نسخته 36 التي انطلقت اليوم متبوعا بالبطلين المغربيين عزيز الشو ومحمد المرابطي. مرحلة اليوم جرت على مسافة 30 كيلومترا. تفاصيل أوفى في تقرير عبد الحق بهات وياسين المعاسي. بعد 6 أشهر فقط على عودة سباق ماراثون الرمال إثر توقفه لسنتين بسبب جائحة كورونا، عاد مجددا الماراثون في نسخته 36 بمشاركة مكثفة للعدائين، فقط 1000 مشارك ومشاركة يمثلون أزيد من 50 دولة بحضور أزيد من 20 من الأبطال المغاربة في هذه التظاهرة التي تجري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. نحن فخورون جدا أن يكون هذا النشاط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة وأن يحظى باهتمام شريحة عريضة من المواطنين. وفي الحقة العودة ديالو لحقاش كان واحد العامين عامين في الحقة عانينا منطقة عانات بعد عالميا عانات بعد كوفيد، ولكن ولله الحمد للرجوع ديالو للمنطقة وهذه عطى واحد الانتعاش سياحي بامتياز. انطلق إذا الماراثون في أجواء احتفالية حارة ورائعة، وذلك بإجراء منافسة المرحلة الأولى التي بلغت أزيد من 30 كيلومترا انطلاقا من دوار مسيسي بجوار مدينة النيف. مرحلة أعطت سيطرة مطلقة للأبطال المغاربة، حيث فاز كل من رشيد المرابطي بالصف الأول وجاء متبوعا بعزيز إشو في الصف الثاني ثم محمد المرابطي ثالثا، فيما فازت الإسبانية أنا كوميت باسكوا لدى الإناث وجاءت متبوعة بكل من الفرنسية غوسو سيلفين ثم المغربية عزيز الراجي حاملة لقب جاءت في الصف الثالث. المرحلة الأولى ديما تتكون صعيبة، فبقي السك ثقيل 7 كيلو ما تأدبتناش مع الجو، ولكن الحمد لله بعد الفوز بهذه المرحلة الأولى اللي غتخليني باش نجري المراحل الأخرى. بعد محطة الاستراحة الثانية قطعت المسافة المتبقية بكل أريحية، مهم جدا أن تصل إلى نقطة النهاية وأنت غير منهك. رغم المنافسة من طرف إسبانيا والفرنسية والمغربية، ولكن الحمد لله مازال المراحل إن شاء الله غنزيد أكثر إن شاء الله باش نقدر نحافظ على اللقب ديالي. إذن بداية الدورة 36 لماراثون الرمال لم تكن سهلة للغاية على غير باقي الدورات، نظرا لوعرة المسالك الطبيعية وعبور مسار صعب تخللته منافسة قوية بين معظم المشاركين وعلى رأس من الأبطال المغاربة الأكثر ترشيحا للظفر باللقب، وذلك في انتظار جديد المرحلة القادمة التي تفوق 38 كيلومترا بل مراحل 6 المتبقية لما تحمله من مفاجآت ومتغيرات. لكم تحية عبد الحق بيهات، ياسين المعازي وفجاج المعمري من قلب مخيم المترقل لماراثون الرمال وسط الصحراء والجبال. نهاية الفقرة الرياضية، تفضل يا مريم. شكرا جزيلا لك خالد شخمان على هذا الطبق الرياضي المتنوع. شكرا. مشاهدينا ننتقل بكم الآن إلى إقليم الدريوش مع عالم الإبداع. حول عبد الرزاق لوكيلي منزله إلى متحف يختزن التحف القديمة، أزيد من 5000 تحفة تتنوع بين السيارات والآلات القديمة والأسطوانات، جمعها بشغف على امتداد ربع قرن من الزمن.
روبورتاج لإيمان سلاوي، رشيد العتابي ويوسف مزيان. ترك لنا الأسلاف والأجداد تراثا وأشياء غائصة في القدم يحق لنا أن نفتخر بها، فمع الزمان تنكشف قيمة الأشياء أكثر فأكثر. عبد الرزاق الوكيلي هو أصيب بلوثة الفن وجمع الأشياء القديمة، فحول منزله إلى مكان عصي عن الوصف. تربت في أعماقه هذه الموهبة منذ أزيد من 25 سنة، هواية أخذها عن والده الراحل. ملي كنت صغير كان الوالد الله يرحمه كان عنده شي حاجة ديال هادشي ديال التراث، كان قديم ديال التحف، وبقاو عندي أنا الهواية ديال هادشي ديال التراث، وبقيت تنجمع دابا من مدة واحد 25 سنة. هل يمكنك أن ترمم التاريخ كحكاية أصيلة؟ تشتبك العلاقة هنا وقد تلتبس أحيانا في هذا المتحف، قد تجد مذياعا عتيقا سيارات قديمة، وقد تتاح لك فرصة قيادة بعض السيارات والعودة قليلا إلى الوراء إلى مساحات من الشوق الذي لا يضيع. ما تسمع الأغنية الحركة بحب نكهة تسمع فهم الأرض يعني داخل 1919-1917 قبل أم كلثوم، دول اللي علموا أم كلثوم وعبد الوهاب والأصابي. دول هنا أسطوانات لكوكب الشرق، أم كلثوم، العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، ومقطوعات قديمة وجد فيها عشاق الفن الأصيل ضالتهم. ففعلا لما جيت هنا ولقيت التحف النادرة دي فوجئت في حاجة غريبة ما كنتش أتوقعها خالص، إن ألاقي أسطوانات قديمة من 1907 و 1910 لفن الطقطقة المصري بتاع زمان، الست نعيمة المهدية وحاجات فوق الرائعة بصراحة. أنا غير سمعت الأسطوانة الآن جسم قشعر فكرتني بالتاريخ المصري، وفوجئت إن هي موجودة هنا في المغرب. يحيي لنا بجماليات المغرب حضارة ثقافة وصناعة، فضاء يجمع بين الماضي والحاضر. في المستقبل يطمح عبد الرزاق أن تتطور فكرة هذا المتحف ليصير معرضا متكامل الجوانب وينجذب إليه الزوار أكثر في منطقة مثل إقليم دريوش تفتقد مثل هذه المتاحف. وجهتنا الآن العاصمة الإسماعيلية مكنس، المحطة الجديدة لسلسلة الزي التقليدي المغربي أصالة وتراث. من أبرز تمظهرات لباس المنطقة الطرز الذي تبدع فيه أنامل المعلمات، روبورتاج حول هذا الصنف الملقن بمركز فنون الصناعة التقليدية ولباس المنطقة في روبورتاج محمد الوهيبي وعبد العالي عيد. رغم إغراءات المنتوجات العصرية لا زال اللباس الأصيل يفرض طابع وجوده. زاد من رواجه تمسك مرتدياته بأنماطه التقليدية لجماليتها وجودتها ولإتقانها من طرف أنامل خبرة تفاصيل أسرارها. هو اللباس التقليدي أصلا ما غيقدرش يتحد كاع، واخا كيخرج مثلا امور ديالنا ملي كتجي لي كليون اللي كتلقاها مثلا كتعشق البلدي كتقول لك صوب لي شي حاجه اللي تقليديه، كتبغي صفيفه عريضه، كتبغي عقاد بلديا، كتبغي داكشي على حق وطريق وخدمه باليد اللي غتكون مثلا متقونه. اصلا الصانع ديال اللي كيجلس يخدم بياسه كتلقى خدام هو مرتاح فيها. كل منطقة بمكناس حافظت شاباتها ونساؤها على أصالة طبائعها وخصوصياتها لما لأزيائها من تناغم مكوناتها وانسجام ألوانها. دوزت فاطم ديال البهجة الحرة بالحرير الهندي وخياطة تقليدية بالتبطين وبالخراط، ودوزت زلال حتى هما بالخنازر في اليدين وفي الكمام، وخيطنا بالمرام بالصفيفة المرام التقليدية الكبيرة. ولا الزواق بزاف على الأشكال وعلى الألوان، وكاين نبات بالحجار، يعني داك الشيء ولا متنوع باش كيرضي جميع الأذواق. اللباس التقليدي رصيد يدوي أتقنته المعلمات والمعلمين، صونه استوجب تلقين مهاراته في مراكز للصناعة التقليدية لجيل يتوق أصوله ضمنها الطرز المكناسي. في مكناس الطرز المكناسي هو الميزة الأساسية في القفطان ديالنا،
يعني هذا الطرز اللي كيتسمى حتى الطرز الغرزه كيتخدم بواحد العنايه كبيره وكيخدموه المعلمات اللي ورثوه ابا عن جد. الاشكال ديال السفيفه اشكال كثيره ولكن الاصل ديالها هي المرمه اللي كانت في القديم كتخدم باليد. للزي التقليدي بمكناس مقاماته، الاعياد طقوسه، والمناسبات ازمنته، ترفله كل الفئات العمريه لمطابقته لكل مستجد ولتشكلاته الموروثه عن حضاره اهل منطقه مكناس. ختاما مشاهدينا تذكير بأبرز محطات الخبر للنشرة الرئيسية لهذا المساء. البنك الدولي يعلن عن تخصيص تمويل جديد بقيمة 180 مليون دولار لمساندة الفلاحة المغربية، يأتي ذلك تزامنا مع مواصلة تنفيذ برنامج التخفيف من تداعيات النقص المسجل في التساقطات المطرية. منتدى المجتمع الرقمي ببركان يكرس التوجه نحو دعم الرقمنة والابتكار والذكاء الاصطناعي في ظل تنامي التحديات المرتبطة بالتنافسية. في اليوم العالمي للمسرح وقفة عند الأدوار الطلائعية لأبي الفنون والتحديات التي يواجهها الفعل المسرحي على الساحة الثقافية الوطنية. استعدادا للقاء الفاصل بين المنتخب المغربي ونظيره من الكونغو الديمقراطية، أسود الأطلس يباشرون التدريب فور عودتهم من كينشاسا قبيل موعد الثلاثاء الحاسم. نهاية النشرة مشاهدينا، أشكر بقاءكم معنا.